مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام. الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، استقلال نقاط جديده تضاف لفريق كره الطائره بالنادي الاهلي، وفوز يعني زي ما بنقول فوز مريح جدا امام بتروجيت بثلاث اشواط مقابل لا شيء، وكمان مباراه المرتبط اللي كانت بتسبق المباراه مباشره انتهت ايضا بفوز النادي الاهلي تحت 15 سنه بثلاث اهداف بثلاث اشواط مقابل شوط واحد. يسعدني يكون معايا دلوقتي كابتن تامر مجدي المدرب العام لفريق كره الطائره بالنادي الاهلي. كابتن الف مبروك الفوز النهارده، اعتقد يعني اخذتوا مكاسب كتير جدا المباراه، مش بس الثلاث اشواط ولكن كمان الدفع عدد كبير جدا من اللاعبين ياخدوا فرصه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله طبعا على المكسب النهارده. زي ما حضرتك قلت وشرحت طبعا مباراه كويسه جدا ان انت تقدر تقيس مستوى فرقتك عليها. بتروجيت فرقه كويسه معاها لعيبه كويسه، كابتن محمد لقاني طبعا مدرب كويس جدا وكل الناس عارفاه طبعا متابعين كره الطايره. قدرت النهارده ان انت تشتغل على الفرقه كويس من خلال المحاضره ومن خلال التدريبات اللي اتعملت اليومين السابقين، والحمد لله اعتقد ان الناس النهارده شاهدت النادي الاهلي مشاهده كويسه، الناس في الملعب ظهروا بمظهر كويس، اداء كويس والحمد لله. كابتن يعني المرحله الاولى الحمد لله من الدور التمهيدي الاول خلصت بالعلامه الكامله، خمس مباريات بالفوز، اللي جاي ان شاء الله ازاي هتساعده ازاي لمشوار البطوله الكبير جدا؟ هو ده الدور الاول، في الدور الثاني لسه هنلعب الفرق دي ثاني، وبعد كده بيترحل منهم زي ما الناس عارفه نظام الجدول، ترحل منها اول ثلاث فرق يدخلوا في مجموعه ثانيه، ويعني ان شاء الله تمشي مسابقه الدوري زي ما احنا متوقعين ان شاء الله، وباذن الله تبقى الدنيا ماشيه كويس باذن الله. اخيرا الدور القادم ان شاء الله احنا هنروح المجموعه الاولى، هنلعب الثلاثه اللي هيطلعوا من المجموعه الاولى، مجموعه الزمالك وسموحه. شايف المنافسه ازاي خاصه ان في سكواد جامد وانتم دعمتوا بعناصر اكثر من قويه، خاصه كمان يعني بنضم لكم لاول مباراه النهارده المحترف الكوبي وتعقيبك على ادائه؟ طبعا النهارده الحمد لله البدايه قويه للمحترف الكوبي، الحمد لله كان عند حسن ظننا فعلا ان انت تبتدي تشوفه في ماتش زي بتروجيت ده وتقيمه في الاداء ده، اذا هو بيتحط على اول الطريق للماتشات القويه، والحمد لله النهارده ظهر بمظهر كويس جدا. الدور اللي جاي زي ما حضرتك قلت هنلعب الزمالك، هتلاعب سموحه، هتلاعب فرق قويه بدايه الدوري، ده بيجعلك ان انت تبتدي من روح المنافسه او بتبتدي تدخل في لقاءات قويه من بدايه الموسم، وده بتبقى حاجه كويسه ان يعني بتعرف تقيس فرقتك فين، بتعرف تقيس انت مستواك فين، وان شاء الله ربنا يوفقنا باذن الله. شكرا كابتن تامر، ودايما موفقين ودايما بنفوز معاكم ان شاء الله. اشكرك بشكر جدا، شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع كابتن تامر مجدي المدرب العام لفريق النادي الاهلي، متواصلين في تغطيتنا ومزيد من اللقاءات. الكلمه يا كابتن هيثم، اتفضل.